خمسة دول عالمية تقدم مأكولاتها لسكان وزوار العلا وموسم شتاء طنطورة، إذ تعد وتجهز من قبل كبار طهاة العالم، وتنتشر وسط الصحراء وبين الجبال وبتصاميم ملفتة. ولقيت هذه المطاعم رواجاً كبيراً بين السياح بعد أن مزجت بين لذة أطباقها المتنوعة وطبيعة المكان. صراحة من عشاق التشاينيز ريستورانت، يعني المطاعم الصينية وكذلك الانديان ريستورانت، فوجدت هنا بشكل كبير وتذوقت صراحة بعض الأكلات بشكل جدا لذيذ صراحة. حقيقة الموقع هذا جدا جميل جدا جدا، وأنا والله مندهش من الشيء اللي شفته من مطاعم، من الكافيهات، من الجلسات. الحقيقة أنا أشوفها يعني نقلة نوعية في السياحة الداخلية، وخاصة منطقة العلا اللي كانت يعني قبل سنوات شبه مهجورة، ما حد يعرف عنها شيء. أنا سعيد ومبسوط، وكنت متردد متخوف إذا جيت هنا، لكن يبدو أن الصورة النمطية والذهنية اختلفت كثيرا جدا جدا. بصراحة يعني تفاجأت بكل شيء موجود، يعني جيت متوقعة شيء واللي لقيته أكثر مما توقعت. كل شيء مرتب منظم خيال، يعني مرة ما شاء الله يعطيكم العافية. في الجانب الآخر، أتاحت العلا فرصاً استثمارية كبيرة في قطاع التغذية للمستثمرين السعوديين، وخلقت فرص عمل عديدة ومنوعة للشباب السعودي. ما شاء الله الحركة فعالة جداً، وفي زوار كثير بصفة مستمرة، في طلب، في زوار باستمرار كل أسبوع بيجددوا. في نفس الوقت الزوار مو بس من خارج المملكة، من داخل المملكة، من كل مكان. يعني أنا اليوم هنا عندي في النشاطي، أنا اليوم بس بستقبل ضيوف من الوجه، من تبوك، من المدينة المنورة، من أهل العلا نفسهم. ففي إقبال الحمد لله، وفي حركة قوية جدا، وفتحت في نفس الوقت يعني آفاق للشباب إنهم يشتغلوا، من سواء كان من أهل العلا أو من خارجه. جذبت صحراء العلا أرقى المطاعم العالمية لتحط رحالها بين جبالها الفاتنة، ويقابلها عشرات المواقع التي خصصت للفعاليات الثقافية والفنية والترفيهية لتقدم جرعات سياحية نوعية للزوار. سلطان السلمي، AMBC العلا.